بنتكلم على مسألة فيروس كورونا، وكنا بنتكلم مع دكتور وجدي أمين على مسألة احنا اكيد في عاداتنا اليومية العديد والعديد من العادات والسلوكيات اللي خاطئة بس بنمارسها من غير ما بناخد بالنا، ودي قد تؤدي الى خفض كفاءة المناعة بتاعتنا، ومن المفترض ان احنا ممكن نستبدلها بعادات اخرى، وعلى صح التعبير كمان نقدر نستبدلها ب او نزود معاها مثلا احنا بناكل كذا بناكلش كذا نشرب كذا ما نشربش كذا الى اخره. ايه هي الحاجات اللي في حياتنا اليوميه غلط غلط غلط؟ طيب ناخد بقى من اول يومنا، من اول ما بنصحى. من اول ما بنصحى اول حاجه طبعا الصحيان بدري مهم جدا، تمام؟ على الاقل نشم شويه هواء نضاف، نفتح الشبابيك، نفتح البلكونات، الشمس والبلكونات، ووجبه الفطار كوجبه رئيسيه، وما نستهترش بوجبه الفطار سواء وحتى وخصوصا بقى لاطفالنا، تمام؟ فدي من ضمن الحاجات اللي هي طبعا بيكون فيها تنشيط للجسم وكعوامل حيويه. الجزء الثاني المشي ولو باقل المسافات، فده طبعا بيرفع الجهاز المناعي وقدرته وبيخلي فيه الدورة الدموية تشتغل كويس. انا لما همشي فهنشط الدورة الدموية بالزبط بتاعتي، وبالتالي ارفع من كفاءة الجهاز المناعي. بالظبط، تمام. فده رقم اتنين. بعد كده عدم زي ما بنقول ايه، اننا نتواجد في اماكن مزدحمة بقدر الامكان. يعني مش لازم مثلا الناس رايحة تركب مواصلات ما حبكتش مثلا ان انا اركب المواصله دي وهي زحمه، استنى اخد اللي بعدها. او برضو لقمه العيش هعمل ايه، عندي مشوار شغل. زي ما قلنا كل ما بنصحى بدري كل ما هنقدر نروح شغلنا بدري، هنقدر نروح في الفتره اللي فيها راحه وفيها يعني الدنيا لسه رايقه شويه. تمام. طيب واحد تاني ما يقول لك انا ممكن هاخد المترو من هنا، طب ما نتمشى الشويه دول مثلا، هنستفاد من المشي وبعد كده نركب المترو اروق من المكان التاني وهكذا. الحاجه التانيه بقى النوم بقسط كافي. يعني قد ايه بقى؟ يعني اختلف فيها الناس، اختلف فيها الناس من 6 ل 8 ساعات مش مشكله، اهم حاجه النوم بطريقه كافيه وفي الوقت الكافي ليه. يعني مش معنى ان انا اسهر لاوقات متاخره، انا من الساعه 3 4 الصبح بالظبط اول ما انا نمت السبع ساعات بتوعي بالظبط، يبقى كده ما ينفعش. لان برضو الجسم له الساعه البيولوجيه بتاعته اللي هو عايز يشتغل فيها، اللي هيقدر بعد منها هيقدر يواصل وهيكون زي ما بتقول. تكلمني عن نفسي والله. بنعمل ريفريشمنت للجسم وللقدرات بتاعته. تمام. طبعا في عادات سيئه كتيره جدا زي عاده البصق على الارض، العطس في وجه الاخرين، الكحه في وجه الاخرين، كل الحاجات دي يا ريت ننتهز هذا الموضوع ونقدر نقلع عن هذا الموضوع تماما. صوت قذر قوي ده. ما بيعطس في وش الناس ويكح في وش الناس وتفهم. وعندنا زي ما بنقول الاتيكيت بتاع الكحه، ازاي نكح، نحط ايدينا على بقنا. بس دلوقتي بقى يفضل ان نستخدم منديل. بالظبط، المنديل. مش معايا منديل يبقى في كم الجاكيت اللي هو كده. بالظبط. تمام. يبقى في الحاله دي انا بمنع العدوى عن الاخرين. غسل الايدين بالميه والصابون المتكرر، ومش عايزين نقول انه نوع من انواع الوسوسة، لكن ومش خاص بكورونا بس، ده خاص بكل حاجة. يعني اي فيروس او اي بكتيريا ممكن تكون موجودة على اي اسطح او عن طريق ملامسة اي شيء، فلما بغسل ايدي بمية وصابون فقط، ما بنقولش يعني نتغالى في استخدام المطهرات او الكلام ده كله، لكن ده مفيد جدا جدا، وفي نفس الوقت بيحمي حتى الأجهزة المناعية، لأن الجلد ده من ضمن الأجهزة المناعية بتاعتنا. ده المفروض الطبيعي. يعني بالزبط. أنا راجل عندي 45 سنة وسنة دلوقتي، أنا أتذكر أنه كان دايما على ظهر الكراريس بتاعتنا وفي الكتب يبقى دايما في كده الصور. بالزبط. ويبقى فيه بتاع لازم نغسل، اصحى الصبح نتشطف كويس ونغسل إيدينا وشنا بالمية والصابون، والمسلمين يتوضوا ويصلوا، ده على سبيل المثال. قبل الأكل وبعده أي أكل أيا كانت الوجبة، لما بنرجع من بره لازم نغسل إيدينا المية والصابون. طيب المفترض انه ده الطبيعي وللأسف احنا تخلينا عنه. بالظبط، اللي هي الناس ابتدت فعلا تتخلى عنه. نيجي بقى لطريقة الاكل، طريقة الاكل المتوازن. احنا مش عايزين نقول ناكل ايه او نشرب ايه، لكن طريقة الاكل المتوازن، وبلاش موضوع الفاست فود. يعني طبعا دي من ضمن الحاجات، اصل فيها تلامس، فيها تلامس، حتى لو لابسين الناس اللي بتشتغل عينيها وراس لابسين جوانتيات. بس الطهي الجيد للطعام من ضمن الحاجات المهمة جدا. فاحيانا بعض الحاجات ما بتكونش جيده الطهي، ودي طبعا بتكون احيانا في موجود بعض الميكروبات او كده، فدي ممكن تؤدي الى خلل برضو في الجهاز المناعي. فالاكل بطريقه متزنه من ضمن الحاجات اللي بتحفظ للجهاز المناعي للجسم
حيويته، بتخلي الجسم يقوم بالعمليات الحيويه بتاعته بطريقه جيده، بيقدر يعمل تمثيل غذائي كويس جدا للجسم. الوجود في اماكن جيده للتهويه ده مهم جدا. الاكسجين مهم علشان يساعد الخلايا على انها تبني نفسها، وبالتالي هنقدر نحمي نفسنا وجهازنا المناعي من التعرض لاي عدوى. اكتر بقى من الاكل اللي مليان فيتامين سي زي الموالح اللي هو يسموها الحمضيات كده في الشام والخليج، الحاجات دي مهمه، لكن زي ما بنقول كل موالح مش مخللات يا جدعان، موالح يعني برتقان ويستفندي وليمون لكن عايزين نقول ان كل جسم له الكميه اللي هي عايزها. اكتر من كده هيتخلص منها. حلو تمام. لو عندي نقص فيتامين سي او الكلام ده كله احاول ان انا اعوضه بالموالح. البرتقال دلوقتي موجود، الليمون موجود، الجوافة من ضمن الحاجات الغنية جدا جدا بفيتامين سي، اليوسفي موجود، كل الحاجات دي موجودة جدا. وزي ما قلنا علشان كل الحاجات دي الجسم يستفاد منها، عايز قسط من الراحة، بدي للجسم راحته انه يقدر يستفاد من الحاجات اللي انا بديها. حلو قوي. الخضروات الورقيه والحاجات اللي زي كده، احنا لما بنيجي مثلا نعمل طبق سلطه كويس ولا نيجي مش عارف ايه، انا اظن ان احنا ما بنغسلش الحاجه مظبوط. هل من الممكن نقل هذا الفيروس عن طريق الخضار والفاكهه، ولا هو بس هينتقل عن طريق اللحوم والدواجن والاسماك، ده في اطار قائمه الطعام يعني؟ هو طبعا الفيروس كونه انه انتقل من احد الحيوانات او الاسواق البريه اللي كانت موجوده في الصين، او دي من ضمن النظريات اللي موجوده، لكن حتى الان برغم المده اللي عدت على الفيروس مفيش شيء ثابت. بالظبط مفيش شيء ثابت هو فعلا جه ازاي، لكن الحقيقه الثابته ان ده فيروس وبيعدي، والعدوى بتكون عدوى تنفسيه اكتر، عدوى تلامسيه. العدوى التنفسيه او العدوى التنفسيه عن طريق الكحه او الرذاذ او الكحه اللي بتطلع من الشخص المصاب للشخص السليم وبيلقطها، وبعد كده بيبتدي الجهاز المناعي يتفاعل معاها، او عدوى تلامسيه نتيجه ان الكحه او العطس بتترك الفيروس على بعض الاسطح، فبيبتدي التلامس باليد، بيبتدي الشخص يحط ايده على فمه او على مناخيره او على عينيه، فيبتدي الفيروس يدخل عن طريق الاغشيه المخاطيه ويبتدي يعمل الدوره بتاعته والتفاعل بتاعه. فقلنا غسل الايدين وتنظيف الاسطح من ضمن الحاجات المهمه جدا للحمايه من العدوى. طب صحيح، وانا فعلا مش بقصد الهزار ولا حتى فكره المبالغه، احنا نسلم على بعض بالايد ولا ما نسلمش؟ يعني نقضيها بقى فؤاد المهندس هاي هيك، ولا نسلم بايدينا عادي وان شاء الله هتتحل يعني؟ هو السلام عادي مفيش اي مشكله، ولا عادل ادهم ونروح مطلعين الكولونيا ونقعد نغسل في ايدينا؟ طالما يعني شخص مش مصاب فمفيش اي مشكله. انا مش عارف بقى مين مصاب مين مش مصاب. ما هو اللي مصاب بيظهر عليه الاعراض زي ما قلنا. طب مش في فتره حضانه؟ في فتره حضانه للفيروس، وقد تمتد ل 14 يوم، وحاليا دلوقتي بيقول ممكن تمتد ل 27 يوم. وده حاجه كبيره، لكن ده الفيروس اللي هو جوه بيتعامل مع الجهاز المناعي للجسم قبل ما يظهر عليه الاعراض دي، فتره الحضانه. كون ان انا ايدي دلوقتي مثلا لمست سطح وفي فيروس وسلمت على حضرتك، هل في اي خدش او اي حاجه في الجلد؟ محدش ضامن. يعني ساعات مثلا انا راجل غاوي قرايه وما بعرفش اقرا القرايات الالكتروني دي، فلازم امسك كتب وحاجات زي كده، فعارف ساعات كده في جرح الورق ده ما بيبانش، لكن الفيروس نفسه قعد على الكتاب قد ايه او قعد على الاسطح قد ايه. يعني لغايه دلوقتي كل الدراسات اللي اتعملت قال انه ممكن ما يقعدش اكتر من 6 ساعات على الاسطح. تمام. وفي الظروف اللي هي بتكون مهيئه لو 3 ايام. فبالتالي ما بخافش من ان انا ألمس كتاب او ألمس اسطح قاعد لمده طويله، سواء معرض لشمس او معرض لدرجه حراره معينه او معرض لاي حاجه من ادوات التنظيف. يعني مش عايزين ناخد الموضوع بصوره فيها الهلع والمبالغه اللي تخلي كل الناس قاعده موسوسه من هذا الفيروس. طب انا